جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حينما أقرأ القرآن أو أسمعه من أو أسمعه من المذياع وأمر على آية فيها استغفار أو شكر أو صبر أو تقوى، هل أقول اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني من المتقين؟ هل هذا جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. حينما تسمع، حينما أقرأ القرآن أو أسمعه من المذياع وأمر على آية فيها استغفار أو شكر أو صبر أو تقوى، هل أقول اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني من المتقين؟ هل هذا جائز أم لا؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان كلما مر بآية رحمة وقف وسأل، وكلما مر بآية عذاب وقف وتعود. هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل هذا القارئ القرآن في خارج الصلاة أيضا فلا بأس. نعم.